أورتيغا يمررها إلى باتيستوتا داخل منطقة الجزاء. جابرييل باتيستوتا مراوغة ناجحة جدا، والحكم يحتسب ضربة جزاء للأرجنتين. ضربة جزاء للأرجنتين في الدقيقة 15 بعد 4 دقائق فقط من هدف السبق لرومانيا من ضربة حرة مباشرة. الأرجنتين الآن تحصل على ضربة جزاء. جابرييل باتيستوتا مهاجم الأرجنتين، لاحظوا هذه المراوغة، وهنا الدفع من المدافع الروماني دانيال برودان، والحكم الإيطالي بيرلويجي بدون تردد يحتسب ضربة جزاء لمصلحة منتخب الأرجنتين. هذه هي ضربة الجزاء 10 في البطولة، وضربات الجزاء 9 السابقة إلى الآن سجلت بنجاح، وإحداها نفذها باتيستوتا بنفسه أمام اليونان. هل ينجح من جديد في تسجيل باتيستوتا؟ إذن جابرييل باتيستوتا يبحث عن هدفه الرابع والهدف الأول للأرجنتين في هذه المباراة. باتيستوتا للأرجنتين، وفي المرمى فلورين برونيا. باتيستوتا يتقدم ويسجل هدف التعادل للأرجنتين في الدقيقة 16 من الشوط الأول. إذن هدف لكل فريق، وبداية صاخبة لهذه المباراة، بداية ساخنة بالفعل. باتيستوتا يسجل هدف التعادل للأرجنتين من ضربة جزاء في الدقيقة 16 من الشوط الأول، تسديدة على الأرض عن يمين برونيا حارس روماني الذي اتجه يسارا، تعلن التعادل للأرجنتين. إذن هدف لهدف من باتيستوتا هداف الأرجنتين، وهذا هدفه الرابع في هذه النهائيات، طبعا يتساوى مع دالين في المرتبة الثالثة خلف الروسي سالينكو ب6 أهداف وخلف الألماني كلينزمان ب5 أهداف. يأتي باتيستوتا ودالين السويدي ب4 أهداف لكل منهما في المرتبة الثالثة في لائحة هدافين